يا صباح الفل والورد والياسمين على أجدع ناس المصريين. يوم جديد، سنة جديدة سعيدة علينا يا رب. نقول يا رب كلها تبقى صحة وستر ورزق وخير وكل حاجة حلوة. تفاءلوا بالخير تجدوه. في كورونا في العالم كله، في كل حاجة، في سلبيات وفي إيجابيات. خلينا نركز على الجانب الإيجابي شوية، خلينا نشوف الحاجات الحلوة، خلينا نرفع معنوياتنا، خلينا نرفع من المناعة بتاعتنا عن طريق الحاجات الإيجابية. عندنا حاجات حلوة كتير والله، بس احنا نركز عليها ونبطل نروح ناحية السلبيات والناس اللي هي الصفرة دي، اللي هي تقعد تصدر لك الحاجات السلبية عشان تقتلك معنويا. الناس، في ناس يعني هي كده، وفي ناس مهما قلت لها وتجادلها برضو هتضيع طاقتك معاها في حاجات ملهاش لازمة خالص. فخليك مع الناس الحلوة. سما جميلة الصبح وحضرتك نازل من بيتك، صباح الخير لجارك العزيز، حتى لو ما بتكلموش هتدوب الجليد، الدنيا هتبقى بيس وجميلة جدا جدا جدا. الابتسامة دايما هي سر كل حاجة حلوة. الكلمة الحلوة جميلة برضو، بتفتح حاجات كتير جدا جدا. خلونا نبدأ يمكن خبر جميل جدا، هو رياضي لكن برضو بيدينا طاقة أمل حلوة جدا جدا جدا. يمكن أنا ما يعني ما جبتش أخبار كتير، لكن أنا قلت هقول الخبر ده لأنه حلو ويعني بيفتح نفسنا على الحياة. عارفين هنا جودة بطلة تنس الطاولة بتاعتنا؟ عندها 13 سنة. عارفين عملت إيه؟ بتحتل المركز الأول عالميا في التصنيف العالمي لتنس الطاولة تحت 15 سنة للمرة ال 13 أو للشهر ال 13 على التوالي. ده بيعتبر إنجاز، فإحنا طبعا بنحييها وبنحب جدا إن إحنا نبرز هذه الأخبار الجميلة، بتدينا طاقة إيجابية جميلة جدا. بنوتة مصرية جميلة عندها 13 سنة تحتل المركز الأول على مستوى العالم على تحت 15 سنة للشهر ال 13 على التوالي، إنجاز ما كانش عندنا قبل كده. فدي من الإنجازات الجميلة جدا، وإن أنا عندي حاجة زي كده لازم إن أنا أقول عليها. عندي حاجات حلوة كتير جدا، عندي أخبار حلوة، بس أنا عايز أتكلم على موضوعين في الإنترو النهاردة. اسمحوا لي، هتكلم طبعا عن كورونا، هقول لكم اخر المستجدات، وهيكون في فقره عن كورونا هنتكلم عليها. بس انا دايما بنتقي مصادري من ثلاث حتت، من الصفحات الرسميه او من البيانات اللي بتطلع في التلفزيون او اي حاجه رسميه خاصه بايه، وزاره الصحه المصريه، مجلس رئاسه الوزراء، ومنظمه الصحه العالميه. بركز اكتر مع الحاجه المحليه اللي هي منظمه وزاره الصحه المصريه ومجلس الوزراء. ليه؟ لان برضو منظمه الصحه العالميه لما تتكلم على كورونا تتكلم على كورونا في العالم، وانا متهيألي يعني مع ضيوفنا الاعزاء الدكاتره اللي بيجوا يتكلموا معانا، متهيألي ان يعني بيختلف الفيروس من مكان لمكان والاجواء بتختلف من مكان لمكان. فخلينا نركز في الحته بتاعتنا، ربنا مدينا شويه شمس حلوين قد يكون ليهم دور، المناعه بتاعتنا، الجنس بتاعنا، حاجات كتيره جدا ليها علاقات الله اعلم، لكن ربنا يعني الحمد لله رب بفضل الله ساترها معانا لحد دلوقتي. لكن لازم نخلي بالنا من حاجات معينه. العوده للطبيعه، جدتي وجده حضرتك كانت بتعمل ايه؟ كانت بتبعد عن الناس، كانت بتغسل ايديها كل شويه، كانت بترجع للاكل، الحاجات الطبيعيه، بلاش الحاجات اللي هي الفاست فود والحاجات دي. ما كانش فيه تدخين بالشكل اللي احنا شايفينه، كان في شويه حاجات كده باك تو ذا نيتشر، العوده الى الطبيعه، بصلايه، فلفلايه خضراء، طماطمايه، الحاجات اللي هي البسيطه اللي احنا بناكلها عادي جدا ومش حاسين بقيمتها الغذائيه، اللي هي ممكن تبقى بالنسبه لنا انتيبيوتيك طبيعي من غير اي سايد افكتس على الكلى او الكبد او ومفعولها اكيد بنسبه كبيره. هتكلم عن كورونا كمان شويه، بس خلوني اتكلمكم في حته مهمه جدا، هي اتيكيت الشارع. يعني ايه اتيكيت الشارع؟ اتيكيت الشارع حضرتك بتاخده من الشارع نفسه، محدش بيقوله لك، يعني بتاخده بتعلمه من الشارع. هدي حضرتك مثال بسيط جدا، ممكن كنا لسه بنتكلم انا والساده المصورين قبل الحلقه بنتكلم في الموضوع ده، وكل واحد قال فكره. الفكره الجميله جدا ان حضرتك لما بتبقى ماشي في شارع جنب العربيات مثلا والشارع نفسه موجود، ده مثال، هو المفروض ان انت حضرتك تمشي على الرصيف، لكن لو ما فيش رصيف هتعمل ايه؟ العربيات جايه كده، جايه في الوش كده، وحد جاي كده وحضرتك جاي في وشه، فحضرتك شايف العربيات، حضرتك تاخد السنه الشمال وتخليها هو جنب الرصيف اكتر. ليه؟ لان هو مش شايف العربيه، فهو ممكن ياخد خطوه عربيه تخبط، فهو يعمل ايه؟ حضرتك شايف العربيه، حضرتك تاخد الخطوه الشمال وتسيبه هو على اليمين ويعدي. حد قال لحضرتك حاجه زي كده قبل كده؟ ما اعتقدش. حضرتك بتكتسب الحاجات دي من الشارع. مساعده الناس الكبيره طبعا ده احنا حافظينه ودارسينه والكلام ده كله، لما يكون في سيده عايزه تعدي الشارع كبيره في السن تعديها، الاشاره حمراء توقف الناس، تحاول انت تساعد باي شكل من الاشكال. احنا من البلاد القليله جدا وقد تكون الوحيده في العالم ان لو حد ماشي في الشارع وقال يا رجلي، هتلاقي امه لا اله الا الله كلها بتجري عليه، مالك سلامتك، اساعدك بايه، عايز حاجه بتاع. تعال شوف كده بره في اوروبا والدول المتقدمه والحتت اللي هي الواو، لما حد بيقع محدش بيبص له، ملوش دعوه، مش بتاعتي مش قصتي خالص، انا مش، ما اعرفش عنده ايه، انا مش فاضي، انا عندي شغل.
المجدعه اللي موجوده في الشعب المصري، اللي للاسف بقالنا فتره طويله السوشيال ميديا شغاله سلبي، ما بتقولش الايجابي، ما بتوريش الناس. يعني مثلا لما هقول لكم مثال، فاكرين دايما في العيد وبتاع مش عارف ايه، البنات بتلبس وبتظبط ومبسوطه وبتحتفل بالعيد، بنات صغنونه 13 14 سنه بيمشوا بيحتفلوا وبيروحوا يخرجوا على الكورنيش ويتفسحوا، فطبيعي جدا ان حد يرمي كلمه حلوه، يا قمر يا جميل يا بتاع، ماشي ده مقبول. انما نخش بعد كده في سكه ان هو يمشي وراها ويغلس عليها، احنا ما كانش في الكلام ده خالص على ايامنا احنا. ودلوقتي على فكره لما بتمشي في المناطق الشعبيه عمرك ما تلاقي حاجه زي كده، ما فيش واحد يجرؤ ان هو يعكس واحده او يبص لها. انا عارف ان دي ممكن تطلع اخت فلان، قريبه فلان، عيله فلان، بتاع بنت بلدي، بنت منطقتي. فالحاجات دي، وللاسف تلاقي مليون واحد بيجري ماسك الموبايل وعمال بيصور وشير على السوشيال ميديا. التحرش، تحرش يا عم الحاج، ما عندناش الكلام ده على فكره، دي حاجات مفتعله وقد تكون موجوده بنسب قليله جدا، لكن مش مطلوب مني انا كمواطن مصري ان انا اعمل شير للحاجات دي، ويجي الناس اهل الشر ياخدوا الحاجات دي ويقعدوا بقى يدرسوا بقى ويعيشوا ويقولوا وباللغه الفيسبوكيه يزيطوا والحاجات دي كلها. احنا عايزين نخلي بلدنا حلوه كويس، فعايزين دايما نقول الحاجات الايجابيه بتاعتنا. فحاجه زي كده ما اعتقدش ان احنا ممكن ننساق وراها، فالحاجات الايجابيه نبرزها ونتكلم عليها. اخلاق الشارع في حاجات كتير جدا 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 ممكن نتكلم عليها، هحضرها لكم المره الجايه ونتكلم فيها اكتر، عشان بس مش عايز اخد وقت كتير من ضيوفي الكرام، لان احنا عايزين نتكلم في حاجتين مهمين جدا. فيروس كورونا برضو بيؤدي الى مناعات خطيره جدا في اذا كان المصاب من مدخني السجاير او الشيشه او السجائر الالكترونيه. دي مش انا اللي بقول كده، انا جايب الكلام ده من صفحة منظمة الصحة العالمية، قالوا الكلام ده هم، وحضرتك تقدر تتأكد من كلامي على الصفحة بتاعتهم على السوشيال ميديا. للحد من انتشار فيروس كورونا حافظ على تهوية المنزل جيدا. انا بتكلم كده بقى دخلت على وزارة الصحة المصرية، واظب على غسيل ايديك بالمية والصابون واستخدام مطهر او كحول زي ما حضراتكم شايفين عند استقبال الضيوف بالمنزل، وده اللي حصل في طبعا في الاحتفالات براس السنة. الدولة منعت الاحتفالات على الملأ كده وفي الأماكن المفتوحة اللي هي يعني السينمات والفنادق والمولز والحاجات دي كلها والكافيهات والكلام ده عشان نحافظ، تحافظ علينا. قوم ايه بقى مؤمن، الناس راحت احتفلت في البيوت، ودي مشكلة، هي ثقافة البني آدم، احنا بنعمل كده ليه؟ عشان خاطرنا. فايمن يعني ما كانش لازم ان احنا نحتفل لما حد يخش لك بيتك بص واحضان والكلام ده كله، يعني ما حبكش يعني، كان ممكن تعدي عادي والحمد لله ربنا ينجينا منها. لكن الناس اللي اصرت انها تحتفل ربنا ينجيها يا رب، ما يكونش في اي مضاعفات او اي حاجه زي كده. طب عند استقبال الضيوف في البيت حافظ على التباعد الاجتماعي، غسيل الايدين، الكمامه، ما فيش داعي للمصافحه بالايد او بالاحضان والبوس. طبعا ده كله عشان خاطر تحافظ على عيلتك من الكورونا. برضه وزارة الصحة كانت قايلة حاجات، الخضروات التي بترفع المناعة، حاجات بسيطة جدا، نرجع باك تو نيتشر زي ما كنت بقول لكم، جدتي وجدة حضرتك زمان كانت بتعمل ايه؟ بتركز على ايه؟ الخضروات الحمراء، الطماطم والفلفل الأحمر، الخضروات الصفراء، الفلفل الأصفر والجزر، الخضروات الخضراء، الخيار والجرجير والخس، الخضروات البيضاء زي الفجل والبصل، والخضروات البنفسجي زي البنجر والبتنجان. دي حاجات بسيطة جدا، مفيش حد بيخلو بيته من هذه المكونات، فلو حضرتك تواظب على أكل الحاجات دي في السلطة مرة في اليوم مع شوية فيتامينز من الحاجات دي وشمس حلوة كده، ربنا هيقينا بإذن الله مع التباعد والكمامة والسانيتايزر وغسيل الإيدين. طيب النهاردة هخش على طول في فقراتنا. النهاردة عندنا أحلى كلام لاستقبال 2021، الشاعر الدكتور عصام خليفة هيكون معايا النهاردة، هنتكلم بتفاؤل كده ونشوف السنة الجديدة ونقول حاجات حلوة إيجابية تفتح النفس إن شاء الله. الفقرة الثانية تبقى الوقاية خير من العلاج مع أستاذ الدكتور أحمد عبد الجليل مدير مستشفى الحسين الجامعي، هنتكلم على الإجراءات الاحترازية والدنيا ماشية إزاي والفيروس عامل إيه وإزاي نحافظ على نفسنا وأهالينا. هنطلع فاصل مشاهدينا الكرام ونرجع تاني على طول نبتدي حلقتنا، يلا بينا.
وفي كل محنة عدت ربنا كان يكتب نجاح.